الحقيقة المشكل اللي كاين هو أنه جميع المؤسسات داروا دي جيست مع آباء الأولياء، وحنا إلا كنا جينا هنايا جينا اليوم ماشي أننا باش تنسعاو التضامن، ولكن كيفاش أن المؤسسات تبيع واحد المنتوج اللي تستخلص الثمن تاعو هي ما مأتياش. يعني كان التلاميذ كان عندنا واحد الخدمة كنا تنخلصوها، تيجي التلميذ تيقعد واحد 9 سوايع. دابا التلميذ في الطار، أنت اللي تقريه تخسر الروشارج من عندك، تخسر الطو من عندك، تخسر لاسيستونس من عندك. يعني انت انا اللي خاصني نطلب ان تعويض من هذه المؤسسه هذه. ميم التلاميذ او الاطفال نتاعنا ولا عندهم واحد الكونتاكت مع التليفون اللي كان ديك الساعه 4 سوايع 5 سوايع، يعني هذا الشيء يقدر يؤدي بهم الامراض النفسيه. هذا ما نساوش الجانب نتاعنا والرؤيه نتاعهم حتى هي تغرد تعافى. المطالب باش نكونوا كما تنقولوا نكونوا حقانيين، هو ان هذه المؤسسه دارت التعليم عن بعد، يعني ما استغلتش ولو واحد 10% من المجهودات نتاعها. ماشي مشكل عندنا حنايا، نقدروا نخلصوا 10% او 5%، 5% باش انا ما نضيعوش كما تنقولوا التعب نتاعها. مع العلم ان الاعفاء الكامل هو مطلب للعديد من المؤسسات اللي دارته، كاين المؤسسات اللي دارت 50% اللي دارت 70%. السيد ولو انه باش يريح معنا في الطاوله نتاع المفاوضات، ولو اللجنه المنتدبه مشات ريحات معاه، تعاملنا معاهم بواحد الطريقه اللي ما هي هذيك، ضرب عليهم الطبله ولو قلت لهم حضور السلطه. ولحد الان المطلب الاول هو ان تقدم باعتذار للجنه، وثانيا نريح معنا الطاوله نتاع المفاوضات باش انا نحلوا هذا المشكل هذا. السلام عليكم ورحمه الله. المشكل عندنا مع هذه المؤسسه سيدي هو انه هذا مولاها كيطالب بشي حاجه اللي ما كيستحقهاش. حنا المشكل اللي عندنا معاه هو انه الواجبات ديالو كنا كنأديوهم كما يجب. جا هذا الشيء اللي جات هذه الجائحه اللي حلت العالم كامل ابتداء من شهر 16 من 16/3 تعطاني بانه غادي تحبسوا الدروس الحضوريه، وعلنات الوزاره بانه غادي يبدا التعليم عن بعد. حنا التعليم عن بعد ما بدا حتى لو 3/4 بالنسبه للابتدائي، ولو 7/4 بدا بالنسبه للاعدادي. هاد المده كلها وحنا ولادنا منقطعين تماما على الدراسه. منين بدا هاد السيد بدا كيعطي القناع الدراري الدروس عن بعد، كنتفاجئوا بانه استعمال الزمن تقلص من 7.5 سوايع ل3 سوايع. ل3 سوايع اللي هي بعدا استعمل واحد التطبيق اللي هو ما تكلف فيه حتى شي حاجه ماديه، حتى شي عناء مادي، استعمل تطبيق مجاني. تنمشيو سيدي بحال هكا، فاذا بنا نفاجئ سير جاي تيقول لك ما بغى يدير حتى شي تنازل. طلبنا انه نجلسوا معاه الحوار الارض، رافض تماما انه يتحاور، ما باغي حتى حاجه. هو كلمه وحده اللي تيقول هو انه الفلوس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكر شوف تي في على المواكبة لهذا الحدث. كما يعرف الجميع أن هذه الجائحة عمت العالم عموما، عمت المغرب خصوصا، وعمت الآباء والأمهات اقتصاديا واجتماعيا. حنا كنا ننتظر من هذه المؤسسة أن تتواصل مع الآباء ولمناقشة هذا الأمر هذا. للاسف الشديد لم نتلقى اي جواب مما اضطرنا الى الاتصال بالاداره. رفضت الحوار اولا، ثم في المرحله الثانيه طلب منا السيد المدير ان يستشير مع الشركاء ويرد عنا الخبر، ولكن تبين ان هناك مماطله، انه لا يريد حلا. وانا اقول من هذا المنبر ان التعليم عن بعد هذا قدر لا على المؤسسه ولا الاباء، ولكن اذا رجعنا الى القانون 600 الذي يؤطر العلاقه بين المؤسسات الخصوصيه والوزاره، في الماده 19 تقول ان التعليم عن بعد يجب ان يكون بتوافق مع الاباء، يعني الاداره في عقد جديد. فلا يعقل أن المؤسسة تريد أن التداعيات الاقتصادية تكون على الآباء وعلى الأمهات، هذا لا يمكن، لا يعقل بأي حال من الأحوال. ثانيا حنا نريد الأجر مقابل العمل، والمقاربة نتاع السيد المدير المؤسسة هي مقاربة مقاولاتية. فمرة المقاربة تيقولنا بأنه تجير حنا راح نتابعين بالنسبة للوزارة فيما يخص التربية والتكوين والتأطير. حنا المقاربتنا مقابرة مقاولاتية محضة، حنا أجر مقابل عمل، أجر مقابل عمل. وللأسف الشديد حنا ما لمسناش المواطنة، ما لمسناش التعاون، ما لمسناش
يعني ان الرجل يريد الحل. لهذا نقول الله يجزيكم بخير، حنا الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ولكن اذا سد الحوار عندنا حنا امور سنجا اليها باذن الله تعالى، والقضاء فوق الجميع.